هكذا كان لبنان بأبراجه ونهضته واقتصاده قبل مجيء اللاجئين السوريين، وهكذا تحول بعد وصولهم إلى جبال زبالة ودولة عصابات وطوائف ومافيات نهب وحرب ومحاصصات. هذا باختصار وفق تعليق لبنانيين شكل الحملة التي تشنها مافيات الحرب والتوريث المسيطرة على لبنان منذ نحو 50 عاماً في استهداف اللاجئين السوريين وتحميلهم جرائم الأحزاب الحاكمة في النهب والسلب، وتحميلهم جرائم ميليشيا حسن نصر الله وبري في احتلال سوريا وقتل وتهجير سكان. وسرقة مياهنا وكهربائنا وفي تلويث أرضنا وهواءنا وثقافتنا وقيامنا. احتلال مسمى العنصرية كجريمة وغطاء لترحيل اللاجئين السوريين قد نراها في أوروبا وتركيا مثلا لاختلافات في اللغة والقومية، أما عن عصابات النهب وأذنابها في لبنان فلا ينطبق عمليا، ذلك أن هؤلاء الجبناء الذين يتحدثون عن الماء والهواء والقيم والثقافة ويحسب البعض لوهل أنهم في قارة شمال المحيط الأطلسي ليسوا إلا محافظة من سوريا الكبرى قبل نحو 100 عام، حتى إن تصنيف البعض لهذا الهراء بالأمراض النفسية لا ينطبق على جبناء لبنان لكونهم الأدرى بتاريخ جبال القمامة المتجذر بهم وزعامات السلب والنهب والحرب والطوائف. اليوم وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 97,000 مقابل الدولار، وفي سوريا تهوي الليرة لقاع جديد بنحو 8,000. وبين سوريا بعصابة الأسد أو نحرق البلد ولبنان بميليشيا نصر الله وأمراء الحرب التابعين لمخابرات أسد، تتلخص حملة استهداف اللاجئين السوريين بعقلية إجرامية واحدة هدفها بالإضافة لإرهابهم وإرسالهم إلى أقبية القتل والتعذيب في الابتزاز المالي لتمويل بشار أسد وميليشياته في سوريا وزعامات النهب والحرب والمحاصصات في لبنان. قبل عامين كشف تحقيق دولي عن اختلاس لبنان بأحزابه الحاكمة نحو 250 مليون دولار مقدمة كمساعدات إنسانية للاجئين السوريين. هذا التحقيق الذي وصف بالمذهل هو واحد من تحقيقات وفضائح أخرى تكشف حجم الجرائم المرتكبة بحق السوريين في لبنان الذي يواصل استخدام اللاجئين ورقة ابتزاز مالي في المحافل الدولية بهدف التسول لمصلحة مسؤوليه الفاسدين. واليوم وقبل انعقاد مؤتمرات الدول المانحة لمساعدة اللاجئين السوريين، وصل الأمر بالجيش اللبناني للمبازرة مع مفوضية شؤون اللاجئين لوقف حملات خطف واعتقال السوريين وترحيلهم إلى حفر التضامن وأقبية ميليشيا أسد بشرط دفع 100 دولار أمريكي لكل جندي في الجيش اللبناني. ولأن المصدر الذي أكد ذلك لأورينت من داخل المفوضية لم يذكر إن كان الدفع أسبوعيا أم شهريا أم سنويا، أضاف أن الحكومة اللبنانية أي أمراء الحرب والطوائف اشترطوا كذلك زيادة الدعم المالي بشكل عام في مقابل وقف الحملة ضد اللاجئين السوريين، ما يعني أن ما يجري من ترحيل وقتل واعتداءات هي جرائم مع سبق الإصرار والتقصد، ويمكن للجهات الحقوقية الجادة جر متزعمي تلك الحملات إلى المحاكم الدولية.